من رانا معولين نشريو وحده. في الحقيقه هذا انفراج بالنسبه لينا احنا كمواطنين، انفراج يعني من ما كان والو طغيان السوق السماسرة وكاع الى انفتاح هذه الحمد لله. رانا انا وحده من الناس اللي متفائله وممكن يكون اكثر. وعلاش انت انا لهذه يعني راه لا مارك شيري على شويه الثمن تحرش في المتناول تقريبا للمواطن صراحه. كي دخلوا ماركات اخرى دلت عيني ديك الاسماء تاعهم شويه خلات السوق ما تزعزعش بصح. كي دخلت شيري الحمد لله شويه صرات زلزال يعني بدات الاسعار الحساب. ولو ان احنا دروك صايم ماناش نحوسوا على القديم، نحوسوا على الجديد. راني باغي نشري السياره جديده زيرو كونتر ان شاء الله، ويكون لاني 2024 ان شاء الله.